مشاهدي قناة شوف تي في، صباحكم مبارك سعيد، صباحكم حب أمل وتفاؤل. نتمنى أن هذا النهار يكون من أفضل الأيام، ونتمنى بيسر لكم الأمور. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، من بعد ما ارتفعت الحصيلة ديال عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في مدينة مكناس أو في المملكة المغربية، أجي نشوفوا الأجواء كيفاش دايرة في العاصمة الإسماعيلية. طبعا البارح كيف ما شفتوا معنا كاينين حملات تحسيسية مكثفة في جميع الأحياء من طرف المجتمع المدني بالتنسيق مع السلطات المحلية ديال مدينة مكناس. وطبعا هاد الحملات التحسيسية كيعطيو الأكل ديالهم على أرض الواقع. فكاين حنايا البارح فاش كنا مع كنديروا الجولة مع المجتمع المدني والسلطات المحلية، شفنا أنه سكينة ديال مكناس رجعت أمنات وعات بخطورة ديال الفيروس، وشفنا أنه الكل ملتزم بالكمامة في الحدائق اللي كنا كندورو فيهم وفي المقاهي كاين مسافة الأمان. نتمنوا من الكل أنه يلتزم، لأن حقيقة الوباء كاين والفيروس كاين وهو قاتل، هو فيروس فتاك. فكنشوفوا البارح يعني وصلت أكثر من 500 حالة ديال الوفاة في المملكة المغربية، 556 حالة، والرقم يعني قابل للارتفاع في أي لحظة. نتمنوا السلامة للجميع، ونتمنوا الله العلي القدير يرفع علينا هذا الوباء يا رب العالمين. طبعا بعد قليل غادي تكون وقفة احتجاجية هنايا أمام بلدية مكناس، حتى هي منظمة من طرف المجتمع المدني اللي كيطالبوا باش يتصرفوا اليوم يعني المبالغ ديالهم. خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في، كنرد لكم الأجواء هنايا في مدينة مكناس اليوم. اليوم الخميس، إذن في هذه الأثناء كنشوفوا أن الوقفة اللي غادي ينظمها المجتمع المدني أمام القصر البلدي بدات كتنظم. نحاولوا أننا نخليكم في قلب الحدث بعد قليل مشاهدي قناة شوف تي في. فكيف ما قلت، من بعد ما ارتفعت الحصيلة ديال فيروس كورونا في المملكة المغربية ومدينة مكناس، اللي الكل يعلم أنها كانت من ضمن المدن اللي عرفت انتشار الفيروس، وكانت هي من ضمن المدن السباقة في القضاء على فيروس كورونا والانتصار عليه فمدة 40 يوم، ومدينة مكناس كتسجل صفر حالة للأسف من البارح. اليوم الحدود الساعة وصلت 220 حالة في مدينة مكناس، ونتمنوا من الله يخفف المنازل، ونتمنوا من السكينة المزيد من الحيطة والحذر وابتعاد عن الأماكن التي يكون فيها تجمعات. فالكمامة ولات ضرورة ملحة هنا في مدينة مكناس. فكنشوفوا في الأيام السابقة القليلة كنا كنشوفوا نلقاو واحد دايرها وجوج ما دايرينهاش، اليوم تقريبا كل شيء ملتزم بالكمامة نسبة ديال 100%. فهي حقيقة مع ارتفاع درجة الحرارة كيصعب على الواحد أنه يكون كيدير الكمامة والحرارة، ولكن للضرورة أحكام، بعد ما نديرو نصبرو، إن الله مع الصابرين. وسام شعاري أيه، حنا في حمارية سيدي، كل صباح الجولة دائما كتبدا من حمارية، من البلاصة اللي هي بالنسبة اللي كيعرفش مدينة مكناس، هنا كيتواجدوا المكاتب، هنا كيتواجدوا المؤسسات، هنا كيتواجدوا كل شيء في مدينة مكناس، هي القلب النابض ديال مكناس حمارية. على كل حال، الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، نقول لكم
الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في نقول لكم دمتم بالف خير والى اللقاء.